لازم تبقوا عارفينها، اللي نايم يصحى الله يخليكم عشان ما تكرهونيش. طيب يبقى ده الفصل اللي احنا اتكلمنا فيه وقلتوه انتوا كل حاجه ما عدا حاجه واحده، حاجتين بوزيتيف فاست وهايبوتنسيف بيشنت ايكوال او ار. او ار ذيس از هيز ريسستيشن. في حاجه جديده دلوقتي بتتعمل اسمها سونوجرافيك سكورينج فور اوبريتنج روم تراياج اند تروما، ودي هنعمل عليها ستادي ان شاء الله مع ناس في جامعه قناه السويس، ان هو ابتدوا يعملوا زي جريدنج طيب كويس مع الامرجنسي روم هنا مع الامرجنسي ديبارتمنت هناك مع الدكتور محمد، ان احنا بنشوف السكورنج بيتحط سكورنج بيعتمد على البلد بريشر بتاع البيشنت البلس بتاع البيشنت وبيتعمل له والفلويد اللي موجود بيتعمل له سكورنج بحيث ان انا الاقي كات اوف بوينت اقدر احدد العين ده هيتفتح ولا لا. والانجري سكورنج كتير جدا، وهكلمكم على سكور تاني اسمه زد سكور هقول لكم عليه في الاخر. ده الفاست وبعمله في انهي اماكن؟ حد يعرف الاماكن اللي انا بعمله فيها اعمله فين؟ ها رايت وليفت و الرايت وليفت بشوف ايه؟ بشوف حاجتين، بشوف بيز اوف ذا لانج وفي نفس الوقت على الرايت بشوف الليفر، على الليفت بشوف السبلين، وفي كل ناحيه بشوف البيز اوف ذا لانج. اوكي وادي فري فلويد. طيب الدي بي ال بيتعمل؟ لا ما بيتعملش، مش هنرغي فيه كتير بقى، نادرا ما بيتعمل بس احيانا ممكن اتزنيها فلازم ابقى عارف، مش معنى ان هو ما بيتعملش ان انا ما اعرفوش. ببساطه بخش كانيولا او يعني هي مش كانيولا، بستخدم المفروض هنا في مصر يعني وات وي يوز في الاغلب يبقى فوليس كاستر او كاستر، بدخلها واسحب. والله جاب معايا فلود جاب، ما جابش بفتح تحت الامبلايكس، جاب معايا ما جابش، ما جابش بروح مدخل 1 لتر اوف سلاين واسيبه واروح منزل السلاين ده، لقيته في بلاد او في انستاينال كونتنت يبقى العين ده محتاج اكسكريش، وببعت الفلويد ده للمعمل بحيث ان هو يبص لي عليه ويشوف الوايت بي سيز والار بي سيز. ابسط من كده ببساطه ببساطه اهي، شايفين الكيس ده؟ لو حطيت ورا الكيس نيوز بيبر لو عرفت اقراها يبقى الفلويد ايه؟ يعني انا ادي الكيس بتاعي اهو، لو حطيت وراه جورنال لو عرفت قريت الجورنال يبقى ايه؟ كلير. يبقى كده ده موست بروبلم، مفيش حاجه، ما عرفتش اقراه يبقى انا عندي مشكله، اتس نوت كلير. باينه؟ اوكي. طيب سي تي از ذا بيست. طبعا سي تي ويز كونترست. يعني في كتير جدا احنا عندنا في عين شمس دايما بنلاقي مشكله في الكونتراست، يقول لك الكونتراست مش موجود بالليل وفي البتاع والقصه اللي هي موجوده في كل مستشفيات مصر. الكارثه الاكبر ايه هي؟ بالذات لو حد امتياز وبقى له فتره في الامتياز، ان انا اخد عيان السي تي وهو مش ايه؟ ستيبل. جرينا 100,000 مره على عيان شوكت او ارستد في السي تي. كم واحد جري الجارية دي ولا لسه؟ شفتها؟ صورتها فيديو. Never to take unstable patient to the city. This is rule. Unstable patient ما يتبعدش. عمري ما هنسى كان عيان واخد ستاب وونت، العيان ارستد ورجع. خدناه على غرفة العمليات، فتحناه، كان السبلينيك فين هو اللي مضروب. وفي حته من الاورتي، فاحنا عملنا قفلنا السبلين وبناخد مستنيين الفاسكولار عشان يعملوا هم الريبير. فجاي الاستاذ الفاسكولار مع احترامي الشديد، ازاي ما تعملوش العيان ده سي تي؟ ولو كان راح سي تي كان مات. This patient was saved. فنيفر تو تيك unstable patient to the city. Resuscitate the patient، شوف ماشي ازاي واكوردنجلي هتتحدد هيطلع او ار هيبقى اندر اوبزرفيشن او هو بقى ستيبل واقدر اوديه السي تي. It's the best most sensitive test for abdominal injury. If fast is possible and the patient is stable, you can CT just to grade for the injury. وده هنتكلم عليه later on. Patient is stable. ودي بعض الصور. طيب ايه الريسك فاكتورز؟
عندي هاي انرجي ترانسفير او لو انرجي ترانسفير زي الهاند في بار او حاجه زي فانربل اورجان زي سبلينوميجالي او هيباتوميجالي. بص على عيانك كويس اول ما يخش لك الاستقبال. See your patient well. This is very important. بمعنى انك انت ممكن تشوف حاجه زي كده. الهاند بار دي الساين دي تبين لك ان انا ممكن يكون عندي انجري فعلا. العيانه دي كان عندها انجري وتعمل لها ريسكشن انستوكس. طب ايه رايكم في العيان ده؟ عيان عنده 20 سنه ماشي جاي في هاي سبيد كراش، برايمري سيرفي بتاعه الهارت ريت 130، بلاد بريشر 60 على زيرو، جلاسكوما سكيل بتاعه 12 على 15، فاست از بوزيتيف. واتس هيز تريتمنت؟ A هو جوز ويز A، هو جوز ويز B. لا ارفعوا ايديكم، تعلموا انكم ترفعوا ايديكم يبقى لكم راي. هو جوز ويز B، واحد اثنين ثلاثة ها أغلبية. Who goes with C؟ Who goes with D؟ طب واللي ممتنعين عن التصويت هيسيبوا العين يموت؟ مثلا ربع اللي قاعدين قدامي ممتنعين عن التصويت. طبعا I will go for laparotomy. هتلاقوا لي ما أعمل secondary survey بيني وبينك بصراحة واحنا طالعين هبص على العين باقي العيان. بس this patient يعني هو بيتزق على العمليات هيبص عليه بسرعة، ولكن this patient is treatment is laparotomy. يعني مش محسوس مش مسموح. This is this can happen. It happens a lot. سمع بس السيستوليك والدايستوليك مستوى. طيب يس هو لازم يدي لك الـ ABCD بتاعك. This is the way انك لازم تبقى عارف العيان بتاعك اخباره ايه. بالعكس ده لازم تطلع بيه على العملية. اوكي طيب what are the indications for الغرض؟ في البلانت لو العيان stable، لو عندي free air او peritoneal irritation sign، see the evidence of internal organ injury، spleen laceration لو unstable برضو، لو free air او fast positive. يبقى العين هعمل له early fast positive laparotomy ده unstable. Negative I can search for where is this blood is coming from. لو العيان stable اعمل primary survey وsecondary survey واعمل كل حاجتي بالراحة. Not suspicious I will observe suspicious ابتدي ممكن اعمل CT with contrast. هل كل العيانين لازم افتحهم؟ في مصر حتى الان اغلب العيانين لازم افتحهم. اوكي؟ اغلب العيانين لازم افتحهم، ولكن في حاجه اسمها نون اوبراتيف مانجمنت، لازم تبقوا عارفين ان انا بعمل جريدنج عشان كده بعمل السي تي، محتاجه فيري جود راديو دايجنوستس، فيري جود بري بوست بروسيدر كير. ان انا لازم اشوف العيان كويس وتابعه كويس وملاحظ الفيتال ساينز بتاعته، لان لو عيان دروبت في اي لحظه لكن ما ينفعش اعمل العيان واحقنه. يعني مثلا في سبلينك انجري دخلت في السبلين وحقنت جيل فوم او وات ايفر اللي انا هحقنه واروح رامي العيان في الدور الرابع في الطوارئ في الدمرداش او هنا في القصر العيني وبكره الصبح انا ببص عليه يبقى ان شاء الله العيان هيأرست ومش هشوف. فالعيان محتاج فيري جود كير وده ستارتد ان ذا 80s. Keep poor prognostic signs. The injury severity score high. Elderly do not tolerate. Shouldn't use with significant head injury. What's injury severity score? التروما يا ولاد بتتقسم إلى السكورز بتاعتها anatomical, physiological and compound. ودي قصة طويلة أوي كبيرة بس لازم نبتدي نتعلمها ونعرف to talk the same language. نحنا لازم نعمل scoring. والسكورينج ده بيفرق معاك later on عشان تعرف الاوتكمز بتاعتك. انتوا ما بتكتبوش واحنا ما علمناكوش تكتبوا صح، فعشان انتوا ما بتكتبوش واحنا ما علمناكوش عندنا مشكله في الداتا بتاعتنا. الداتا از ميسنج. كل عيانين مصر اللي ماتوا في المستشفيات ماتوا نتيجه هبوط حاد في الدوره الدمويه مع توقف القلب. لكن واتس ذا مين ريزون احنا مش عارفين. فدي one of the problems that you have to start changing. Non-operative محتاج solid organ injury stable patient CT no blush no other reason for laparotomy. عليها abstracts كتير عليها papers كتير قصدي sorry
وبتتكلم على الانجيوغرافي والامبولايزيشن والحاجات اللي بتستخدم زي الجيل فوم والاوتولوجس كلوتس. حاجه بقى من التشالنجنج بالنسبه لنا هي ذا فراجماتيك رابشر. هي ما بتحصلش كتير، ولكن لما بنشوفها بنلاقي مش عارفين نشخصها ونشخصها ازاي. هي دايما سيفير ديسيلريشن موست كومنلي دايجنوز باي شيست اكس راي. افتكروا بتبقى رايت ولا ليفت؟ لما بتبقى قدامكم اسمه ليه؟ على الليفت. مين اللي قال رايت؟ ما تخافش قول. مين اللي قال رايت؟ وجهه نظره ايه طيب؟ ان هي بروتكتد الرايت بروتكتد بالليفت. اوكي؟ الاوسوفاجس نود يوجوالي انفولفد. موست كومنلي دايجنوز باي شيست اكس راي انك بتلاقي باور في الليفت شيست او بتلاقي نيزو جاستريك تيوب كامينج فور. دايما الاستومك والسبلين هيرنييتس will causes difficulty breathing acutely. طيب دي one of the cases. كان فيه عيان عنده 21 سنة back seat passenger. كان patient from 50 feet from vehicle. arrived to عين شمس university الدمرداش بالهليكوبتر. او هو بينزل بالهليكوبتر فوق المستشفى. الحالة دي كانت في الشوك تروما في ميريلاند university. العين كان انتيوبيتد، البي سي بتاعه والدي والاي وكل حاجه والارج كان ايكوفوكال وكان العيان فيه اكسترا ديورال، عملوا له اكسترا ديورال ومفيش اي مشاكل. البيشنت اويكننج وكان كمباكينج اون فنتليشن والاكسجين ساتوريشن بتاعه عمال يفوق. عملوا له شيست اكس راي ده الليفت سايد. اتفتح العيان لقوا بس دايفراجماتيك رابتشر. اوكي؟ خيط الدايفراجماتيك رابتشر وده العيان بوست. طيب السيت بيلت ساين، يس سيت بيلت سيف لايفز، ولكن it can cause some problems. فلازم ابص كويس على العيان بتاعي لو في سيت بيلت ساين. لو في سيت بيلت ساين اشك في ايه؟ انهي انجري بالذات؟ فراكشر ريب غير الريبس في الابدون. انا بتكلم على الابدون. لا اكتر حاجه ثابته تتحرك قصاد حاجه ثانيه يبقى ايه؟ الدي جي، الدي جي ثابت، الديودنم ثابت والجيجنم. اوكي؟ وكمان الاليو سيكر. لان السيكر ثابت والاليوم يقدر يحصل فيه شيرنج. ده اكزامبل ليها وادي اكزامبل لسيت بيلت ساين وادي بنعمل رايت هيموكولكتومي عشان الانجري اللي حصل. وموافق دقيقه كمان. خليكم تفوق. خلاص استنى 10 دقايق وخلص. انا بجري انا عارف بس جاست تو بي اون تايم عشان بعدي ما اوكي. يلا عمري ما هنسى. I was in 2007 in Maryland University وفي اليوم ده جالهم 9 حالات gun shots. كنت لسه مخلص نيابتي فقلت لهم انا في نيابتي كلها ما شفتش غير هو عيانه واحده بس كانت مضروبه رصاصه. يعني قلت لهم انتوا بره حرب الخليج بره عندكم ولا ايه؟ قالوا لا ده احنا نمبر 2 احنا عايزين نسبق ديترويت اكتر مننا. هم في بالتيمور 9 حالات gun shots في يوم. دلوقتي بسم الله ما شاء الله النواب بتوعي عندهم 10 حالات في الساعة مش في اليوم. فبات one of the very major problems you are facing. احنا بصراحة واحنا نواب ما كناش بنشوف خالص الجان شوتس. نادرا لما كنا بنشوف عيان جايب ستاب وون. دلوقتي ده بقى العادي ان الاستقبال بتاعنا. It needs to be focused upon العيان اكتر. اهم حاجة عندي اللي بفكر فيه في ال penetrating trauma ايه؟ حصل بريتش البريتون ولا لا؟ هل هي بس مجرد سوبرفيشال ولا حصل بريتش للبريتون؟ عادي برايمري وسكندري سيرفي بتاعي. بس ريممبر اني بينتريتنج ووند لازم التروما تيم يبقى اوير ان انا عندي بينتريتنج تروما. ذيس از فيري امبورتنت. ودي اكزامبلز للبينتريتنج. طيب لو نايف انجري، لو العيان انستابل يو هاف تو دو لابراتوري. فجايلي عيان مضروب بسكينه وسكينه فيه، اول حاجه تعملها ايه؟ ما المسهاش.
كان في ايام مره مسروقه عربيته في العاشر من رمضان. الراجل جه هنا والسكينه طالعه من هنا. احنا فتحنا العيان والسكينه موجوده ودخلنا جوه الابدومن والسكينه موجوده، وكان بين السكينه والاي بي سي الانفيريو فيناكيفا قد كده بالظبط بالظبط، يعني لو كان زقها سنه. فضلنا سايبين السكينه لغايه ما اتاكدنا وبعد كده شيلناها. فالنفر لان ممكن تكون طرف السكينه ده نفسه هو اللي ساند الايه؟ الفين او الارتري او وات ايفر. فالنفر انك انت تروح بتشكع كده وشادد السكينه العيان ممكن يموت منك. طب لو العيان ستيبل، لو عندي فري اير، عندي بروتونيال اريتيشن، فاس بوزيتيف، سي تي ايفيدنس اوف انترنال اورجان انجري، او ستاب نير ذا دايفرام. تفتكروا في بنتريتنج جان شوت وونت لو العيان ستيبل امتى افتحه؟ عندي كده عيان مضروب برصاصه وجاي لي ستيبل، افتحه ولا ما افتحوش؟ والعيان ستيبل. مين رايه ان انا افتحه؟ لو حسب الانفستيجيشن. طب امتى اللي رايهم ان انا ما افتحوش؟ افتحوا امتى؟ لو لقيت ما مش مشكله. بصوا يا اولاد، العيان لو ان ستيبل انا لازم اعمل له اوبريشن، ولو العيان ستيبل برضه اي ويل اوبن. ايه ده؟ ده في ديبيت. يس، ذيس ديبيت از ان ذا ويسترن كونتريز نوت ان ايجيبت. ان احنا السيتويشن بتاعتنا مختلفه، البوست اوبراتيف كير او الكير بتاعي مختلف. حتى الان في سام ستاديز بتتعمل ان انا عندي بينتريتنج ووند في عيان مضروب جان شوت، وان انا ممكن اعمل له كونزرفاتيف تريتمنت واشوف الاوتكم بتاعه. ولكن هنا اور جايد لاين انتل ناو اللي احنا ماشيين عليه، جاي لي عيان بجان شوت، بليز اوبريت ابون ذيس بيشنت، دونت كونزرف وات ايفر. انا بتكلم على بريتريتنج ايه؟ جان شون وود. هو ستيبل ده مفروض عليه. انت عيان مضروب رصاصه، there will be a wound inside وهيبقى فيه حاجه. افتح. even if it's negative انك انت ما عندكش الكابابيلتي انك انت تقدر تكونزرف البيشنت لمده 24 48 ساعه الا من رحم ربي، فتقدر تو سيف يور بيشنت. بس انت يو سيفت هيم. انت مش عندك العيان ما عندوش انتستن مضروبه.